لا إيمان لمن لا أمانة له. إيمان ملها ومؤمن خالص معها روح أن أمان الله هين وأمانة أن قدنين حل دي بأن هذا شرفت له أمد صوماليات أي وكيلتي والله صدهم كم مليون صومالي ذا أه مسؤولك كأهو ما أنت تاريخ ذو حي قريسا إلى هين مرخاتك النقنية أمانة مليهين مسمالها مؤمنين حقا وقولك إلهي هو كان سميميهن مسماها بقولك بقول مسلمين باتهين وكو كالسونا هاي دينتين إي إسلام نمدين إي صومالي عقيدة ذيذا بقولك بقول مسلم وي كو مجري وذا دادا أور إيرا هذا نحايا هاي لبارلمان لما قلي كرو إيو والا قلي كرا والا قلي كرا ما هاني برتن كان لو قليا لقلي قال لقبصنا يا ومد مصالح ذيذا نلقى وضايا هالكا ولوغا بيري مايو إلهي سبحانه وتعالى ضد كسور جيدة وأمدي الدين تهذي فسهادينا يا دقن كهذي فسهادينا يا دولة تهذي فسهادينا يا ضمير كهذي قذنا يا إلهي سبحانه وتعالى إذن كرقو وحا أن إذن كفي لينو وأمة مسلمة بقول كيبا بقولة نينك سوماليغا أما قبرنا سومالي ذاهي وحو عالم كوكو قرنا يا ضمير ديرادو كو قرنا يا إلهي من كل ارتمر كان دبادها مرايو أنو كينيانا ودلشه كينيانا باسبور كينيانا وتا مركل اي ويديو من وين انت وحاني راه هذا انا سومالي وين عزيز كوتاي ضمير كام حي هيدا دقاقيا مركل لو ويديو ددكيتاي ما انت وحانو جوقنا حدا ام سومالييدنا هي ان سومالي نمد كفانينو وانا الهي فضلي سوي معايا الهي بان قدليي والله ليال امانه علس كاساي ليدهي صادم به بالربا إن جهرتي وحود ريرينا دور شذا ذلك نكي هجان كيس قبل لها إلهي بإذ كدر شيء دمير كنا هدا قدو ددني مدينو هدا قتو دينتي إنه حصل رئيسه إلهي سبحانه وتعالى أمدا مسلمة أه أو مسكين تأه بلد كاس منكوب كأه أو دباتي سن dib aku celinina maanta wuxuu maraya meel ilaahay looga mahadiyo maanta wuxuu maraya talaabo mid qaaday oo daadah dibada bari la yiri wuxuu u baahan yahay gacanta in la qabto wuxuu u baahan yahay daacad in loo noqdo wuxuu u baahan yahay daayirta dibada ku dhibaateysan in laga fikiro wuxuu u baahan yahay dumarka maatada ah oo awlaadii ku dhibaateysan قولي يا عروت لقى كحيسنا يا أو قال ذي كحيسنا يسا قولي يا فر بدن عشان دويد وحقي يمي أو نيروبي إسكول لذا أن هيو درت دي هو يمي دمر قربها كي يمي أو كل بات يسنا عروتة إسبيشال كير كأ أو بهيدا جار كأ قبا سيد محي هيدا لوح أنا نين لها مال قري ما تشوقو إيه حافظ ما تشوقو أما دل دبده حكم إذا إلا بقلال الموت بسيدا أضيع كمانان عرور با جيلش كو حريسن كمانان دمر با كل دباتيسن المهودي يدب جوغودي ميد سبيشال كير اي ميد مخاي هيدا دروغي بلاي لا دب جوغو اي ميد لديلاي كلا عرريسو ودنكي باي سو قبتين وحي وسودان سيده دادكيو كلي مقدشي بوحان بونتلاند باي بوحان هرجيز باي بوحان كونفور قلبيد باي بوحان نيروبي باي بوحان وحي وسودان ودنكودي إلهي بان يدكو درسي ديبها نوع لنينا دور شدا أمانا وي إلهي با إذين ديبتاي وقرانا يسانينو سن إلهي أديبين تا مانتا مهل اللهين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والله العظيم كل وأديب لها نين أنيقا إلميت أه ينين أذيقا كلميدا يمد محايا حيدين نلمي دابا وهل قوان قاتا لكن ولا ليال إلهي واسكوكا يمتحاميا نين معارض أعرارا إيا نين رير كيسا حوق سارا إيا نين دلكا درجسيا وودني صح النقضة ولا ليال والله العظيم تاريخ ذو ويقريسا نين كمانتا دل كيسي إيا داد كيسي إيا دين تيسي إيا دومركي إيه دائرتي إيه نبكي دعي أوهي ليي
iyo ninka garabkiisa ka baxay. Intaasi waxaan leeyahay xil dhibaanada. Dhibka ina haystaa tiro ma laha. Wallahi alcaziim, khaarijka dadka dibadda jooga dhib bay nagu hayaan, dowladaha maxay ahayd dibadda. Gudaha dhib baana looga hayaa, oo rag lasoo isticmaalay oo maxay ahaydayay qalbigoodii iyo uurkoodii iyo calooshoodii la gatay iyo damiirkoodii baa gudaha inoo fadhiya. ilaahay subxaanahu watacaala baan idinku dhaarinayaa, ummaddan cadowga ku soo duulay mid khaariji ah oo dibadda ah iyo mid gudaha kuu fadhiya, intaba maanta waxaad uga gudbaysaan gacantaadaas iyo fartaadaas iyo qalinka inuu ilaahay ku waafajiyo maslaxada ummadda. aakhiradaada ku jirta, dantaada ku jirta, diintaada ku jirta. wallaahi alcaziim, maanta ummaddan dhibaataysan 300 ku dhowaad xil dhibaan waxay masalan 30 milyan oo dad bay masalan dadkeeni waa daadsan yahay, waa baaba'san yahay, meel kastuu ku dayacan yahay. waxay soomaali jirtaba sumcad yeelataba, maanta waxaan baryaynaa inaan jirno, inaan dad nahay, inaan damiir leenahay. dunidii waa ina baratay, waa soconnaa. ilma adeerayaalow, cadow ha inoo jabinina. ilma adeerayaalow, damiirkeenna ha ku tumanina. ilma adeerayaalow, diinteenna daryeela. waxaan kelmad labaad ka oranayaa, waxaa waddanka duulaan xooggan ku haya imaaraadka. imaaraad ma taqaanaan imaaraad? wamaa adraakum maa imaaraad? wallaahi alcaziim, cadow dunida saaran hadduu jiro yahuud ma waa taqaanaan, iyo imaaraad maanta isku miisaan bay saaran yihiin. cadownimo meelay ka gaareen oo ay weliba muslim u qabaan. yeman waxay ku dhigeen ilaahay baa garanaya. yeman kun caalim oo imaam iyo khatiib iyo macallin iyo mudaris watay dhegtay dhiigga u dareen. 200 oo jeneraal bay dileen. inta ay barakiciyeen ummaddii muslimadda ahayd oo maxay ahayda yeman joogtay oo yemanu saciid la oran jiray, maanta meelay maraysa waa ka qax iyo burbur iyo dil iyo dhac bay isugu dareen. dhulkoodii bay dhaceen, dhiiggoodii bay qubeen, dhaayahay ka rideen. ilaahay subxaanahu watacaala, suqatra waa taqaanaan. soomaali baa lahaan jirtay, yeman baa la wareegtay, maanta imaaraadkaa la wareegaysa. imaaraad waa midda dekedaha soomaaliya la wareegtay. maanta haddaad imaaraad taageertaan oo aad garab siisaan ragga ay wataan oo aad maxay ahaydayay damiirka iibsataan, qabri iyo qiyaama idinka horeeya, wax kale idinma oranayo. waa idinla hadalnay haddaad nooshihiin oo ay nolol idinku jirto oo soomaaliya dhalada aad tihiin oo dugsi islaama xanqaas dhabanka la idiin soo mariyey oo xariga xalaala aad ku dhalateen, wallaahi waa idinla hadalnay. ummad yahay cadowgaaga garo. soomaaliyey, xil dhibaanada sharafta lahow, walaalaha muslimiinta ahow, raggiinna iyo dumarkiinnaba owlaad baa dhasheen. aayaad ka leedihiin iyo aayatiin soomaaliya, maanta soomaali u hiiliya, caruurta qaraabadiinna u hiiliya, caruurta soomaaliyeed mustaqbalkooda u hiiliya, dumarka dhibaataysan u hiiliya, waayeelka baaba'ay u hiiliya, dowladnimada soomaaliya taagnideeda u hiiliya. maanta daqiiqad weeya, hoosta wax ka xariiqdo. imaarad lacagay bixinaysaa, sax lacagta qaata, lacagta ilaahay baa leh. almaalu maalullah wanaxnu cibaadullah. wallaahi hadday lacagtaa dad xaq u leeda u leeyihiin, idinkaa u leh. ummad muslimiina tihiin, imaaraadka u kaalmeyn jirteen, soomaaliya laydin dhaha, zakadiinaa bixin jirteen, makaya madiinaa geeni jirteen, imaaraada siin jirteen, aalunahyaan baa markhaati ka furay, deen baa ku maqan. maanta hadday idin yidhaahdaan damiirkiina gata, lacagta qaata, jeebkana gashada, qalinkana ku duuga, dowladda soomaaliyana qiimeeya. imaaraad dekedaha soomaaliya keliya uma socoto, wallaahi alcaziim dalka soomaaliya u socotaa. bari xeebaheeda iyo berbera xeebaheeda iyo jubbaland xeebaheeda cidna kama hor istaagna maanta haddii imaaraad loo hiiliyo. 2 daqiiqo kuma qaadanayso. lacagta adduunka ugu badan ayay ugu talagashay maanta dhul muslim inay ku burburiso. dekadii cadan oo caalamka la garanayo Great Britain ay ku shaqayn jirtay dhulkay gelisay, dekadii berbera meeday, dekadii
بوس عصمادي قرح زوبة يا كدنبيي يا أيضا إمارات كأو صومالية وعكتوك تكدنبيي إمارات حافظ كمد دبي إسرائيل بيد جسي قريه قدس كوي لي بيت المقدس وي عربت الله هايان انتي يبسي بين نتنياهو يكو ريجسي ننك إمارات محايا هيدا العدود النقضاء إلهي ما لنت قيامة يقول لكل من يا المرء مع من أحب يوم القيامة والله إن أنا وحك لي ذكو عدنين كلمة السدحات إلهي سبحانه وتعالى وعادلوي مدحوين محمد عبد الله فرماجو باهو حان ربا إن أن وحو يحي كشيغو أنو دليل كدقنا يا رقا مسرحين تأه ومدحوين ياسي وترتمي عبد الرحمن عبد الشكور وعدو قو أذاقي فرماجا أيال ويدي من كلوان نن عين كايا وحيري نن كاني وانن أنا الموسق ماسق لقو أقونين وحولها أمدى أنا دونين وأنا المحايا هيدا يدمع عين كاسا أوسن كجرين وحكا لا نسكو هاي نبا نسكو هاي نو وأرن يابله موسق ماسق إيا حولها أمدى إيا محايا هيدا يدمير كيس أمسو دوا وحالا دها الحق ما شهد به الأعداء عدو قيس وقت كاوي هذا قرتا ومدة صومالية حل دبا نظر شرفت له مؤين مدحوين شيخ شريف بقى لويدي مدن محمد عبد الله فرماجو كورا وحيري لبا الرموت بان أنيقا كاقيابي ونينكا كسر ريا ووامحي وحيري نمانكي لأورنجي ري بيش اللي حاد وقال هذا أها عنه قبط ميل بو اسك ساري الرنكاس انيغا وقتي يجي حد فهم لها ميل بان ساري لها بويري وان شرف له شريف كوات قانان ورك ميش مر يدد كو قيمه بدن رمبو فري يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وحيري قال دي بو هرت ميل اسك ساري قضب كلباد ان نينكا كغي ياباي وحو يهي دوله غوبلديدينا ميل بو اسك ساري سبحان ربي العظيم مرقاتيك انت لاك دوله غوبلديدي ميل لا سارو الا ودنك دوله بوليه دوله دخوليه ودنكو دويلات لا ما ديي كرو او مدحوينيال غربس من ما نكون كرتو ان وانا ميد قف كستو صوماليا او مسلمه او شر او شرف له او ضمير له ودونه يويه ان كلا دمبينتو اي سريسو وحو يري لبدا قضب دمانتين وحا مرقاتي كنهاي إلا إيا مانتا إن دولة دي صوماليا إيا حكومة دي فرماجو إيا مامو الكيدي لعاكتي وقدم بيسا هادا إي بحنايين آنيقو ماتيرين أيو وعياله قيبية إنتاس بس أنكا قبحيا رقي كوهر ريي نينكاني محمد عبد الله رقي كوهر ريي حل دبان نظا شرفت له وحاد أوك ويديسان ددكا أما آد بارتان ميقا حل دبان بان لقود دي مقدشو وقتي كهر يا محمد عبد الله دور يلا باتن حل دمان بالقدي لي أنا إذن شيقايا وإذا حسوسنا يا ديقينا هدربو أها لكن وقتي محمد عبد الله نيسا الله لسي عيدا بالا لسي أود بالا يلي إلهي فذلي إلهي وحقف يلا بأيو وموتك ويمي وقروي لكن وحي ثلاثة بيتين كأها ديقينا هدرك أها مدعين ما تتبه نوع لنينا وحال يرى هذا ان تركيا هي قطر باكدم بيا نبض يا نولول حل ما انا شرفت له رجي نقيمه بدنو هو يوينكينا سمعه سريو او امه الصوماليه هويداي كديمن ويسيو ما تركي هي قطر او عالم كادون كمانتا نمرده اوغو هريه كو جيرا حق هرمركا حق داعده قالوا أي كدم بيسو قلوا البقاي رتين حرير ليا لتو أمريكا بريئة روسكا بريئة عدو الباب بريئة مس إمارات وملعونة وسكويز عني بدورتان إذن كان إذن داعي قدر يا تركي إله بانوصو دري ما لنتو أردوغان نويمي وقرني سين شريف شيخ أحمد وكان أي مقدسو او قبل دي ديف كبضنا المي ديف كلها او اردوغان هلكا قاتاي
oo naagtiisii u waday oo uu ra-iisul wasaarihii waday oo wasiiradii u waday oo jeneraaladii keenay idiin hagar baxay gudcurka idinka soo saaray godka idinka soo saaray qabrigii idinka soo saaray miya na lagu cayn karaa in aan masalaha daba dhiganno wallaahi alcadiim ruuskaa ka baqay maanta ninka nagu daba xira hadal cad weeye ninka nagu daba xira erdogan qadar noo mariya waa guulaysanaynaa ummadda horseed u noqda xildhibaanadu sharafta leh damaca shacabka soomaaliyeed waa taqaanaan 30 milyan oo soomaaliya ha idiin ducayso ama 30 milyan oo soomaaliya ha idinka naxdo oo ishooda ha idinku dhacdo oo kansar iyo kankaro iyo kadeed ha idinku dhaco ilaahay idinku ma rido ilaahay ha idinka ilaaliyo qodobka ugu dambeeya xildhibaanada sharafta leh waxay barteen borobogaando la dhaho nomo fulan hebel baa la qabtay hal mar waa la tuuray kii kale farmaajo inoo soo celiya fursad labaad siiya waddanka maslaxadiisa weeye ma aha shaqsi ahaan xataa markaan ka tagno waddanka nin 4 sano soo qabtay ama 5 sano soo waday haddii loogu daro fursad kale meel fog buu waddanku tegayaa laakiin jugjug meeshaada joog hadday taladiinu noqoto jinni iyo jinkiin ay idinka adkaadaan jahannamaa la aadayaa iyo meel aanan habooneyn ilaahay jannaha inoo wada kaxeeyo ilaahay jaxiimo naareed allah inaga ilaaliyo jinni iyo jinkeen allah inaga qabto ilaahay cadowga ummadda soomaaliyeed allah inaga qabto danta ummadda soomaaliyeed xildhibaanada sharafta leh ilaahay hanoos oo dhexmariyo ilaahay subxaanahu watacaala kuwii guulaysta allah idinka dhigo guul iyo gobonimo xildhibaanada sharafta leh waa idiin ducaynaynaa wabillahi towfiq الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سلام يا مسلمين تا دافها الدونك ميشا ميل الله ميشا أي كجوغان أيان سلام يا سلام تكذب إلهي تبارك وتعالى أيان أمه دنيا حمدا hamdi oo la soo koobi karin ayaan ilaahi tabaaraka wa ta'aala ku mahadinaya midda labaad waxaan ayidayaa hadal ka soo yeeray sheekh abdurizaq jir jazahullahu khayran wa xafida hadalkaas uu sheekhu ku hadlay waa hadal mudan in lagu qoro bimaa'i dhahab in lagu qoro xaqiiqatan ayuu mudan yahay sababtoo ah culimmadu ayaga ayaa hoggaamiya ummadda culimmadu hadday aamusaan ummaddu waxay ku dhacaysaa qas iyo jahwareer aan laga soo kaban doonin sidaa darteed sheekh abdurizaq jir jazaakallahu khayran arrinta ayada waxaana ku leeyahay siiwad aad baad u wanaajisay waxaan kaloo leeyahay allahumma salli calaa sheekh cabdirizaaq jiir wa calaa ahli beyti biidni illah midda labaad waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala ma rabo inaan hadalka ku dheeraado waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada sharafta leh ee soomaaliya inay codkooda siiyaan yacni muxamed cabdullaahi farmaajo muxamed cabdullaahi farmaajo waad garanaysaan waa ninkii culummada dacwada ka socotay inta nairobi ka tagay markaay aadeen muqdisho ku qaabilay kuna soo dhoweeyey waa madaxweynihii markuu tagay qatar qofka ugu horreey ruuxi ugu horreey uu booqday oo booqashahaan ugu tagay waa nin xaamilulqur'aan xaamilun likitaabi illaah waad garanaysaan alqaari almuqri fadiilata sheekh cabdirashiid cali suufi waa ninkii booqasho ugu tagay asagoo aadin meel kalena aan jalleecin toos wuxuu u aaday sheekha inuu ziyaarto waa arrin ka mara kacaysa oo markhaatima doonta ah inuu farmaajo ahlulkhayr uu yahay nin culammada jecel ahlulkhayr jecel nin dalka u roon oo diinta u roon intaa waxaa dheer waa ninkii soo saaray
ciidamada ama askarta Soomaaliya waa ninkii mushaarkooda meel saaray, waa ninkii intaysan bishu dhammaanin ka hor yacni siiya askar walbo mushaarkiisa intee laga helaa madaxweyne noocaasa. Waa nin u danaynaya masaakiinta, waa nin u danaynaya dowladnimada, waa nin u danaynaya diinta iyo dalka intaba. Marka wuu mudan yahay runtii, sababtoo ah ummadda jahwareer iyo qas baa la geliyay. Hadda waxaa naloo sheegayaa 39 musharax ayaa soo wada istaagay. Arrintaasu ma saxsan tahay? Ayagoo qaar ay yihiin dad calooshooda u shaqaystayaal ah oo meel kale ka socda. Arrintaa inaan sii gala ma rabo, sababtoo ah Sheekh Cabdirasaaq baa ka hadlay si fiican ayuu u faahfaahiyay, jazaahu llahu khayran. Sidaa darteed annagu insha allahu tacaala waxaan u aragnaa arrinta ayada ah oo ah in xildhibaanadu sharafta leh ay siiyaan codkooda farmaajo, waxaan u aragnaa inay tahay arrin fiican. Tan kale anigu waxaan la yaabanahay qofku weydinaya oo dhahay aniga codkayga yaan siiya? War qoraxdu hadday meeshaan taagan tahay oo adigu aad u socotid meel mugdi ah, qoraxdii waaba u jeedaaba, nuur baa ka baxaya, iftiin baa ka baxaya, waana u jeedaa. Adigoo u jeedo qoraxdaanu inaad raacdo ay badbaado kuu tahay, adoo u jeeda baad leedahay yaan inteen aadaya, ma mugdi baad aadaysa? Marka qofkii farmaajo ka lexda cid aan farmaajo ahayn u codeeya waa qof meel mugdiya aaday, waa qof qoraxda ka leexday. Xaqiiqaduna waa saa. Ilaahay tabaaraka wa tacaala asaga awoodda iska leh, cidda kursiga hanan doontana Ilaahay baa yaqaana. Laakiin annagu waxaan cabbiraynaa ra'yigeena ayaan cabbiraynaa, iyo rabitaanka annaga ayaan cabbiraynaa, xaqna waa u leenahay. Ma garad muslimiinta daafaha adduunka meesha ay ka joogaanba waxaan idinka codsanaynaa inaad duco ahaan aad la garab istaagtaan farmaajo. Farmaajo waa nin soo halgamay, waa nin soo dadaalay, waad la socotaan. Intaa ka badan bidhaamin maayo. Waa nin istaahila weliba in la yiraahdo radiyallahu canhu, wax kale iskaba daahay. Sababtoo ah radiyallahu canhu laba qayb bay culimmadu u kala qaadaan. Mid waa qof Ilaahay raalli ka noqday oo nasna ku sooba arooray, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه باليري. قفكو قف هدون نسكو صواروري حديث أما آية فاسد إلهي بابا قوامي رضي الله عنه قيبت ذكالي ومد أذيقو آد أدن ليذهي نيدادو آيتهي دعو بمعنى الدعاء هنقو حانكوي ذا بمعنى الدعاء رضي الله عنه مركان ليهي macna waa duca. Ilaahay oo qofka asaga ah kursiga ka dhig nin oo dib u hanta oo ummadda yacni maxaan ku yiraahdaa hooshuu awal uu soo wadi jiray meeshuu uga tagay oo ka sii wada bimacna duca. Marka walaalayaal, insha allahu tacaala hadalku waxaan ku soo gebagabaynayaa ayadoo maanta taariikhda 14 ay tahay sabti, beri oo axad ah taariikh 15 dadku ay u diyaar garoobayaan in doorasho ay wax doortaan. Doorashadu bimacnaa ay ka dhacdo Soomaaliya xildhibaanada mar saddexaad baan ku celinayaa. Bifadlikum wa xisaanikum, waxaan idinka codsanaynaa inaad insha allahu tacaala u codaysaan qofka asaga ah farmaajo, inaad u codaysaan codkiina aad u dhiibtaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. Ilaa mar kale aan hawada aan ku kulmi doonno waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. في صباح اليوم العاشر من شهر مايو لعام 2022 من الميلاد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد أوقاتكم جميعها بالخيرات والبركات والمسرات. الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس الصومال الحالي قد لامس الشعب الصومالي منه التقدم والازدهار، ولامس تقدما وحضارة في هذه الفترة التي كان فيها. لذا نود في 15 من شهر مايو لهذا الشهر الجاري أن نجدد له البيعة ونجدد له الانتخابات والفترة الرئاسية الجديدة مع أمان
واستقرار وعزة ومكانة. أدام الله على بلادنا وبلادكم الأمن والأمان والعزة والمكانة والاستقرار. في أمان الله.